خلي الفرحة تسود ما دامنا نملك نفس واحنا على قيد الوجود نقدر نجوم. رمضان 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 للخير تعود. مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا فيكم معنا من جديد. دائما رمضان مبارك وينعاد عليكم بالصحة والخير والأمن والأمان بإذن الله. في البداية نحب نرحب بكل المشاهدين اللي يتابعونا في الداخل والخارج، ورمضان في هذا العام بإحساس مختلف، بنبرة فيها نوع من الأمل، فيها نوع من التفاؤل، فيها نوع من الأمن والأمان والطمأنينة، وإحساسنا بأن القادم بإذن الله دائماً أفضل. في كل يوم، في كل ليلة، في كل ثانية نصحى فيها على صوت أذان الفجر في أول ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك، لازم نكون على يقين مختلف دائماً إن إحنا ناس محظوظين. رمضان دائماً عواد، بس ابن آدم نادراً ما يعود. كم من أشخاص شاركونا فرحة رمضان العام اللي فات، شاركونا أوله وشاركونا آخره وشاركونا في وسط رمضان، لكن هذا العام افتقدناهم. لكل شيء بداية، وحلقة اليوم هي بداية لمواضيع كثيرة ومتعددة بنتطرق لها خلال برنامج رمضان كذا. من خلال هذا البرنامج بنتناول سلوكيات كثيرة جدا ومختلفة، سلوكيات إيجابية وتترك عنك انطباع كويس أمام الأشخاص اللي تقابلهم وأمام أهلك وأمام أسرتك. الأشياء هذه قد تكون صغيرة نوعاً ما، بس أثرها كبير. في ناس يعملوا الأشياء هذه دائماً في حياتهم وما يحسوش فيها، وبالمقابل في ناس ما تعملش هذه الأشياء أو نادراً ما تعملها، بالرغم من إنها بسيطة وصغيرة لكن أجرها كبير. عشان كذا حبينا خلال البرنامج نتكلم عن هذه السلوكيات ونعطي لمحات مختلفة عن أهمية هذه السلوكيات في حياتنا اليومية. في البداية خلونا ناخذ بانوراما سريعة لنوعية المحطات اللي بتكون موجودة معانا في الحلقة. محطتنا الأولى والرئيسية هي السلوك، اللي من خلاله بنتناول كيف ممكن نترك انطباع إيجابي عن الأشخاص من أول مرة. أما محطتنا الثانية فهي إيش؟ يحلى بهم، منهم بنتابع خلال الحلقة. بدأ شهر رمضان وبدأت استعداداته بأشكال وألوان. في ناس بيتفاقدوا المطبخ، وفي ناس بيتفاقدوا مقاضي الأكل، وفي ناس بيبدأوا يتفاقدوا الصحون والقلاصات والمطايب والسفرة اللي تكتمل بحلاوة شهر رمضان. بس في ناس مختلفين نوعاً ما، يتفاقدوا شيء ثاني ويبحثوا عن شيء ثاني ويدوروا على راحة شيء ثاني. عارفين إيش هو؟ صلة الرحم. كثير من الناس عندها إحساس وعندها إيمان إن حلاوة رمضان صعب تكتمل بدون أهلنا وبدون حاجتهم لنا وبدون تواصلنا معاهم. على فكرة نسينا ما نتعرف على قصة هذا الصندوق. هذا الصندوق لنا ولكم زي الحصالة، في كل يوم بنتكلم فيه عن سلوك معين بنحط السلوك هذا داخل الصندوق، وبعد فترة من الفترات وبعد ما نمر على كذا حلقة بنشوف إيش المواضيع وإيش السلوكيات اللي تكلمنا عليها وحطيناها داخل هذا الصندوق. كثير من الناس تعرف أهمية صلة الرحم وتعرف إنها متعلقة بعرش الرحمن، وتقول اللهم وصل من وصلني واقطع من قطعني. بس الاسم ده كمان له سر ثاني يمكن يكون غريب وعجيب عند كثير من الناس أو عند البعض، بس من وجهة نظري الاسم ده تكتمل فيه معاني المحبة والمودة والألفة. يعني إيش صلة الرحم؟ الرحم هو رحم المرأة، واشتق منه هذا الاسم لأن كل الأرحام خارجين من رحم واحد. يلا نشمر السواعد، كم يا ناس من أهلنا
عدى علينا أيام وإحنا مش عارفين عنهم شيء. مبالغ في كلمة أيام صح؟ لا مش مبالغ. أحياناً يعدي علينا أسابيع ويعدي علينا شهور، وفي ناس سنوات وسنوات وإحنا مش عارفين عنهم أي شيء. مش شرط يكونوا يشتوا مننا حاجة، أحياناً سؤالنا عليهم بالدنيا وما فيها. Hallo Papa, ich bin's. Hallo Opa. Ich wollte nur kurz anrufen und dir Bescheid geben. Wir werden es Weihnachten dieses Jahr wieder nicht schaffen. Wir versuchen es nächstes Jahr und dann klappt es ganz bestimmt. Fröhliche Weihnachten, Papa. Bis bald. Fröhliche Weihnachten, Opa. There goes a day, there goes a week. So many goals I had to reach. The more I did, the less I cared. The more I missed the love you've shared. If life is a song, somehow it's sad. I don't know the words without you dead. You've been on my mind all the time, and I'm missing you. Home used to be just some walls that I know, but the truth is that home means nothing without you. Wie hätte ich euch denn sonst alle zusammenbringen sollen? طيب يا ترى إيش الوسائل اللي ممكن إنها تساعدنا عشان نوصل الرحم وربنا يوصلنا؟ كثير من الأشياء ممكن إنك تعملها. اتصل عليهم تليفون، مش قادر ابعت لهم رسالة، ما عندكش وقت ابعت لهم واتساب. وعلى فكرة بخصوص الواتساب، الناس اللي ملهوفين عليه كثير ممكن اليوم تدخل على الواتساب وتعمل برودكاست وتكتب فيه كل أسامي العيلة اللي انت حابب انك تتواصل معاهم، او اللي انت حاسس انك مقصر في حقهم نوعا ما. وممكن على فكرة تعمل اثنين، واحد لأهل امك واحد لأهل ابوك، او ممكن تحطهم كلهم في برودكاست واحد. وبكذا لو انت مشغول 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 خليها رسالة كل جمعة. طيب لحظة يا شذا، الان كل الكلام هذا حلو متفقين عليه، بس تعتقد الناس اللي لي منهم سنوات على ما قلتي لما تواصل معاهم أو أزورهم بيستقبلون عادي كذا بالأحضان، ولا بيعطوني كلمتين في راسي وبيهزئوني؟ صح، بتلاقي كلمتين في راسك وبتتهزأ مرة مرتين عادي، بس بعد كذا بيكون أنت عندك إحساس ورضا من داخل إنك وصلت صلة الرحم، ورمضان كذا أحلى. كيف حالك يا ابن خالي؟ والله الحمد لله بخير، كيف حالك؟ والله الحمد لله، وينكم مغيبين؟ احنا موجودين، انت اللي مختفين مع ابن بسرك. خلي على الله يا اخي شغل واخر، ما بنفضش حتى نروحي. الله الله. كنت شي اسالك يا اخي، كيف حال خالي وخالتي؟ لي منهم فترة. خالتك؟ ايوه خالتي. توفت الله يرحمها. خالتي توفت؟ انا لله وانا اليه راجعون. والله ما دريت الا منك الان، والله ما لي علم. احنا مقصرين والله، ما بنسألش ولا شيء ولا. على فكرة في ثلاثة أشياء تحقق المحبة والتعاون بين الناس: إكرام الضيف، وصلة الرحم، والكلمة الطيبة. بس في عامل مشترك ما بين الثلاثة الأشياء هذول، إيش هم؟ الشراكة. يعني كيف الشراكة؟ كل الأشياء هذه مستحيل إنك تعملها لوحدك، فصلة الرحم أنت بتوصل شخص ثاني، وإكرام الضيف والكلمة الطيبة أنت كمان بتوصل شخص ثاني.
مشاهدينا الكرام، بهذه المحطة الأخيرة نكون وصلنا وإياكم إلى ختام أولى حلقات برنامجنا في هذا الموسم رمضان كذا. على أمل لقاءكم غدا في نفس الموعد، ورمضان بالخير يجمعنا. على قيد الوجود نقدر نجود.